ثم بعد كده بقى لو كسبنا ان شاء الله نكمل بقى مع الفرق الثانيه باذنك يا رب ان شاء الله. انت يعني شايف خير يعني في ان شاء الله يا رب، ربنا موجود يعني، احنا اولاد النادي وعايزين الترسانه تبقى يعني ترجع تاني تلعب اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكده يعني. طيب انهي المباراه اللي انت لعبتها وحسيت بعد كده انك بقيت ستاندنج في وسط تيم نادي الترسانه وحسيت ان الناس بدات تعرف رأفت مكي؟ اي مباراه لعبتها؟ والله يا كابتن مصطفى مباريات كتير، بس الواحد كبر بقى وبينسى. لا مباراه معينه انت فاكرها؟ لا في مباريات كتير كويس يعني، مثلا كنا بنلعب المحله وكان الكابتن ابو حباجه المدرب الله يرحمه، وماتش عندنا في الترسانه تعادلنا 1-1، كانت المحله بقى برضو حاجه ما شاء الله يا يعني. سلام يعني لو جبت فيه صوره موجود فيها عبد الدايم وعماشه صور يا جماعه لو سمحت، انا طالع بلعب بدماغي قبل هم، وشوفوا هم كانوا اجسام عامله ازاي. اجسام الله يرحمه كابتن عماشه عبد الدايم عايش، محرز ده كمان حاجه جامده، جايب صورته انا. الصوره دي لا ده معسكر بتاع يوغوسلافيا، ده معسكر يوغوسلافيا ده كان معانا من المحله كان معانا من المحله مين يا كابتن مصطفى؟ ما انت كنت ده ماتش اعتزالي ودي السعوديه، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد صلاح، أيوة. كابتن يحيى السيد، كابتن مصطفى جلاب، وده مصري هناك شغال هناك قاعدين في الريسبشن تحت، ده في دورة الصداقة والسلام. الصداقة الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، ده بقى حليمه الجون، وأنا هو لاعبها بشمالي دخلت لمعظم من تحتيه جون 2-0 كسبناهم. دوابة جاب جون وأنا جبت الجون الأول. هي دي الصورة اللي بتتكلم عليها؟ أيوه هي دي. عماشة أهو، عماشة والله يرحمه، ورا منه عبد الدايم ما اعرفش ما طلعهاش بس هي موجوده. ورا منه على طول كان عبد الدايم. دي بقى كابتن يحيى السيد طبعا، جمال أيوة. حمزه، احمد الشناوي، رأفت مكي، الشناوي الحكم، رأفت مكي من هو التونسي، حسن علي طبعا تحت الشربيني الله يرحمه كان باك، عباس فخري، ايوه كابتن شاكر، محمود دوابه، ادم ادم طبعا ده بقى برده ما خدش حقه، كان حته لعيبه كويس قوي برده. بص حضرتك جمال أيه. حمزه وادم وابو بكر، كان ابو حباجه اللي ماسك، قلت له يا كابتن ابو حباجه احنا هنلاعب الجزيره، جزيره سبورتنج تحت 20 سنه، ففي انت كنت عارف ان في لعيبه كويسه هم دول اللي بحكيهم لك، جمال حمزه وادم وابو بكر، واتاخدوا لعبوا درجه اولى. انت حسيت هي العين بقى هنا بقى الخبره هنا، قلت له اقعد حضرتك وهنقعد نشوف الماتش وفي ثلاثه وفلان 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 وقعد وطلعوا على طلعوا معانا، دي احنا شفناها قبل كده، دي طلعوا معانا دي شفناها دي في امم افريقيا 74 صح ربنا يديك الصحه في استاد القاهره مظبوط، ربنا يديك الصحه. ودي خلاص شفناها، دي شفناها دي اللي بعده الزمالك، ده الزمالك، ده نادي الزمالك ماتش ودي في نادي الزمالك نفسه. اقول على اللعيبه طبعا ممكن مصطفى منصور الله يرحمه اللي ماسك الكوره، ايوه محمد حنفي رحمه الله عليه، نوح ادم ربنا يديله الصحه ويشفيه، انا موجود جنبهم بين عمر النور اللون بقى عمر النور وادم انا في النص ايوه كابتن شاذ الله يرحمه، فاروق جعفر، محمد توفيق، لا ده ولا شوقي، ده ولا شوقي حاجه نادى كده اسمه جوهر الصغير الله يرحمه، الله يرحمه، نبيل عبده، عبد المنعم مرسي ايوه نص الملعب عارف حاجه جامده، ابراهيم الخليلي تحت، حسن علي طبعا، ودوت كان في الشرطه نسيت اسمه كان لعيب في نص الملعب جنبه، محمود حسن، اشرف اسمه اشرف ابو النور بعد منه علي خليل، محمود الخواجه ربنا يديله الصحه، كابتن شاذلي، كابتن شاذلي محمود الخواجه ايوه طبعا موجود، كابتن شاذلي، حملاوي، ابو العز، عارف الماتش ده نتيجته كام يا كابتن؟ شفت الجماهير على الميدان؟ بيناهم 4 كسبت الزمالك 4 ماتش ودي الدوري بدا الجمعه اللي بعد هنا على طول، نعم دون 4 ردها خلاص الصورة دي كان ماتش الاولمبي ده الاتحاد ولا والترسانه، الاتحاد والترسانه، انا اهو تبلساتك ورا محمود حسن اهو نفس كابتن شاذ الله يرحمه وابراهيم الخليلي، الباقي طبعا بتوع الاتحاد ايوه ده الماتش اللي كسبناه 3 هو كده، بس كابتن خيري ما طلعش في الصوره. انتوا كنتوا الزمالك كان بيكسب الترسانه على طول
وانتوا تيجوا قدام النادي الاهلي متعفرتين. لا لا، كان ايه السبب؟ ايه الصوره دي؟ ايه الصوره دي يا ابو الكباتن؟ ديت اللي رحنا الاستاد وخدنا الاربعه. الاربعه بتاعت الزمالك ده في الدوري بقى. في الدوري بعد ما كسبتوا اربعه في الودي. هم كسبوكوا في الرسم، في الدوري في الرسم. سابوكوا بقى كده عادي، وبعد كده تعالوا بقى نعلم. ما كانوش جاهزين، جهزوا بقى بعد الاربعه. تعالوا نعلم على بعض. بعد الاربعه جهزوا. كابتن ابو العز طبعا تحت، توتو الجمل. طبعا. كان في امريكا هو دلوقتي. اسماعيل ابو عاطي رحمه الله عليه كان من الهفكات اللعيبه. نعم. ايه اسمها؟ الكابتن اسماعيل الله يرحمه. حملاوي. حملاوي. نبيل عبده. ايوه. كابتن مصطفى رياض فوق. ابراهيم الخليلي. خش على بناكس بس. حسن علي لبس مايوه. لبس مايوه كنا بنشتمنا. بلاش فاهم نفسه انه هينزل حمام سباحه. ايه الشورت ده صحيح؟ او بيجامه. لا ده ابو الشياك حسن. لا لا تقول لي يعني اديداس بينفع اديداس بتاع مصر كله كله. برافو عليك. كابتن شاذلي. كابتن شاذلي الله يرحمه. والعبد لله رافت مكي. اشرف الالفي رحمه الله عليه. طيب انت لعبت في كل المراكز، ايه انت لعبت يمكن انت في وسط الكلام دلوقتي دي كابتن بوب اهو. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. ده ماتش. طيب كنا بنلعب كنا بنلعب السعوديه كابتن، ماتش ودي. ايوه ايوه. علي خليل جاب الجون كسبناه 1-0. فاكر. كنا بنلعب على ترتان. ايوه.